مشكورين اليوم بتواجدنا في نادي المغرب التطواني بمناسبة هذه النسخة الجديدة من دوري بلادي، دوري بنك الشعبي لكرة القدم. وبغيت نتقدم بالشكر الجزيل لنادي المغرب التطواني في شخص رئيسه السيد عبد الملك عبرون لوضع رهن إشارتنا المركب الرياضي للملاليين، وجعلنا نستفدوا بالتجريب الكبير ديالو في تنظيم مثل هذه الملتقيات الرياضية. وكيف ما كتعرفوا جميع هذه السنين والبنك الشعبي كتنظم مثل هذه المباريات الرياضية اللي كتشكل فرصة ومناسبة باش نتلاقاو المغاربة العالم وباش نقربوا الأجيال الشابة المقيمة بالخارج من وطنها الأم. جد رائعة، لأنه البنك الشعبي قام بواحد المبادرة اللي هي جد طيبة، قدر يوحد ويلاقي ويعمل واحد التواصل بين جميع المدن في أوروبا أو إلى بغيتي تقول مغاربة العالم. وهذا دوري بلادي في المستوى العالي، لأنه جمع بين الجالية وتقارب بيناتهم وتعرفوا على بعضياتهم، هذا شيء جميل جدا. فيما يخص البنك الشعبي مع المغرب التطواني، احنا جد مسرورين وفرحانين وكنشكروا البنك الشعبي في رئاسة السيد الديركتور جنرال المدير. المبادرة الرياضية مهمة بزاف، لأنها ماشي أول مبادرة رياضية تنديروها في البنك الشعبي، وحنا تنظموا المعدود من العمليات على طول السنة باش كنحاولوا نكرروا هاد اللقاءات ما بين المغاربة المقيمين بالمغرب والجالية المغربية المقيمة على الخارج. وحنا بغينا نشكروا المبادره ديال ليزيكيب ديال شعبي بنك اسبان وشعبي بنك بلجيك اللي نظموا وحاولوا ينظموا معنا هذه المبادره، وتنبغي نشكر اوسي المغرب التطواني. Nous sommes très ravis que la banque des MDM le groupe des banques populaires organise un tel tournoi prestigieux qui nous permet de renforcer les liens avec la communauté marocaine et l'étranger. Donc Shabi Bank Belgique, dans le centre de cette invitation, est venu à Tétouan avec deux équipes. D'abord une équipe qui représente les jeunes marocains de l'étranger au niveau de Belgique, en particulier la région de Verviers,
et puis nous avons jugé utile d'adjoindre cette visite, à ce voyage, une équipe composée des agents consulaires, des agents de l'ambassade et des agents de la mission marocaine. السي ورخص المازيغ بالنسبة من يتق البنك الشعبي يتق يجن تزمى كي المستوى خاصة وأنه يتشجع الجالية المغربية وبالخصوص الجالية الشابة حنجاني مزيانا أنيني لا تروازيام إلى كاتريام جينيراسيون باش تاف هذا مساكانة كي يتمتسن ذاك المغرب باش تسيل الرحيم باش تسنن بانه قاضي نجن الوطن يتحتضن ايضا نجن المؤسسه تبعيثا ماني مجان راقي الخارج راقي ناذقي جميع المجالات وخصوصا المجال الرياضي والمجال الثقافي. طيبا البنك الشعبي اللي نظمت دوري بلادي لان واحد الدوري ديال البنك الشعبي اوروبا لفائده الجاليه كانت واحد المشاركه ديال 160 لاعب يعني جاو ما بين يعني جاو من اوروبا وطبيعه الحال مع بعض اللاعبين ومن بعض المسؤولين من البنك الشعبي اللي هما كاع اللي قاموا بهذا الدور كنشكروهم وكنشكروا كذلك الطاقم اللي سهر على هذا الشيء كنشكروا البنك الشعبي كنشكروا الماط واخا انا طنجاوي راسي عالي حتى هي الماط ديالنا المغرب التطواني وتبارك الله عليكم وشكرا وسعيد سعيد جدا وادى لي امطار الرحمه تبارك الله عليكم وشكرا. دونك بونجور اوني لي ريبريزونتون ديال لا بانك سنترال بوبولير. Nous sommes très contents de participer à ce tournoi Bladi. D'ailleurs, nous avions l'habitude de participer à les tournois les Kanoukbel, la France, l'Allemagne, la Marrakech. Nous sommes très contents de le tournoi. الأنشطة الثقافية والرياضية التي يقوم بها البنك الشعبي دائما من أجل تقريب المهاجر المغربي في الغربة والتخفيف عليه من المشاكل ومن التعب ديال الهجرة. قمنا بتحضير هذا التورنوا ديال الكرة لتنتقدموا بالشكر الجزيل لفريق المغرب التطواني وعلى راسها الرئيس الفريق اللي قدم لنا المساعدات. Je vous remercie d'abord pour l'invitation et on remercie la ville de Tétouan et le club de Tétouan qui a mis à disposition tout ce qu'il faut pour la réussite de ce festival sportif. On remercie Chabi Bank qui a pensé à nous et on représente la Belgique pour la première fois. On a fait une sélection de joueurs, on a fait ce qu'on pouvait parce qu'on était dans les difficultés vu qu'on a des joueurs qui jouent un peu partout, on des 3 et des 2, ils sont tous dans les tours finaux et c'est la fin du championnat, c'était pas évident. Mi primera visita aquí en Marruecos, llevo 7 años trabajando para el Banco Xavi, me parece una iniciativa muy buena porque no conozco bien la cultura marroquí, es una forma de integrarnos y de crear equipo. Y además es basado en los valores deportivos y en la integración de otros chicos de otras zonas de España y de Europa. On touche un peu à tout, j'ai même assisté à monsieur Lalami et monsieur Bilal Benjenen pour l'organisation de ce tournoi. Donc non, c'était vraiment top et puis je remercie aussi la Banque Chabi d'avoir organisé ça, c'est très disons que c'est très socialement responsable par rapport aux employés, par rapport à, et on sera beaucoup plus productif. Donc ça c'est sûr pour le coup, après on devra cartonner et puis,
y asurar hasta la fin. Ha sido una experiencia muy grata, muy bonita. Me ha parecido, desde que he llegado a Marruecos, que es la primera vez que vengo, me ha parecido todo súper bonito. Me ha gustado mucho también, y agradezco mucho al Banco Xavi que me haya dado esta oportunidad de conocer una cultura nueva. Tout d'abord remercier la Banque Xavi qui a organisé ce très beau tournoi, qui a pensé à nous, une très bonne organisation. Remercier le consulat de Liège qui a pensé à nous pour venir représenter ici la Belgique. Remercier aussi la ville de Tétouan pour l'accueil qu'ils nous ont fait. Très très beau tournoi et nous on est une petite équipe normalement de Verviers qui monte en 3e provinciale. España procura siempre apoyar a la comunidad marroquí y a todos los jóvenes en lo que fuese necesario y siempre estar disponibles para ellos. عودنا البنك الشعبي يعني مشاركته في جميع التظاهرات الاجتماعية والرياضية ومساهمته وتشجيعه للشباب يعني كيخلق متنفس بالنسبه لا للشباب ولا حتى الاطر والموظفين ديالو يعني باش يتلقاو في واحد الجو رياضي ممتع كيتيح لنا الفرصه اننا نتلاقاو مع الاخوان ديالنا. اذا قبل توزيع الجوائز غادي نبقاو مع سيبياز اللي غادي يقدم كلمه بهذه المناسبه اللي كنطلبوا منه يتفضل. مشكوره. نادي المغرب التطواني في شخص رئيسه السيد الملك عبرون يوضع راي اشارتنا المركب الرياضي الماليين وجعلنا نستافدوا بالتجربه ديالو الكبيره في تنظيم مثل هذه المناسبه. كنتمناو باش هذه المناسبه هذا الدوري يستمر سنوات طويله ان شاء الله. ان شاء الله. هذا الشيء علاش قررنا باش العام الجاي ان شاء الله سنه 2018 غننظموا دوري فيه باب المشاركه لجميع المغاربه المقيمين بالخارج خصوصا لاوروبا وغنضيفوا عليه بعديد من المستجدات ان شاء الله. اخيرا نشكر الشريك ديالنا جي ان في طريق المغرب التطواني شبان. بالمناسبه واللي كنتمناو فهي رمز ديال البنك الشعبي ابو مريم صفيه مزيان.
لأمين فريق النشاط الرياضي كيدخل ضمن استراتيجية البنك الشعبي اللي كتنظم تظاهرات ثقافية اجتماعية. هذه الخطرة جاء الدور في المغرب في مدينة تطوان باش نحافظوا على ذاك صلة الوصل ما بين أبناء الجالية المغربية القاطنين بالمهجر وبلدهم الأصلي، باش نحافظوا على التقاليد ديالنا على الأعراق ديالنا. ومن هذا المنبر اولا كنشكر فرقه المغرب السيطواني في الشخص ديال الرئيس عبد الملك ابرون اللي صراحه قدمنا يد المساعده ورحب بالفكره منذ الوهله الاولى. كنشكر طبيعه الحال البنك الشعبي الداعم الرئيسي لهذا العرس الرياضي، العرس الكروي اللي جمع 8 الفرق، جوج الفرق من إسبانيا، فرقة مكونة من البنك الشعبي ومودة في القنصلية والسفارة بمدريد، وفرقة لاغونمار من بيلباو من بلجيكا. أيضا جاوا جوج الفرق، فرقة البنك الشعبي والقنصلية المغربية والسفارة المغربية ببروكسل، وفرقة فيبيغ. هنا في المغرب جات فرقة البنك الشعبي المركزي من الدار البيضاء، فرقة البنك الشعبي المكونة من جهة تطوان طنجة وقدماء المغرب التطواني وفرقة الأمل المغرب التطواني. ألوغ كما كتشوفوا حاولنا نجمعوا. نقدروا نعرفوا النتيجة ديال هذا الدوري هذا؟ شكون اللي فاز بهذا الدوري؟ النتيجة ألوغ الفائز هي فرقة البنك الشعبي المركزي بي سي بي ديال الدار البيضاء. البنك الشعبي المركزي وفرقة فيبيغ، لأنهم كانوا بحال دو تورنوا في يعني في دوري واحد. فوالا، ألوغ كنهنيوهم هذا المنبر ونستناوهم العام الجاي إن شاء الله.